السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. انا عامل الفيديو ده مخصوص عشان اوضح لكم حاجه مهمه جدا جدا. امبارح واول امبارح والنهارده ناس كتير منكم بيكلموني على حساب انستجرام، وكمان بيكلموني تليفونيا او على واتساب، وبيسالوني هل انت عملت لنا بلوك على حساب الفيسبوك؟ طبعا ده مش صحيح ابدا. كل ما في الموضوع ان اللي متابعني على الفيسبوك عارف او انستجرام عارف ان انا ربنا رزقني من 10 ايام او ب 12 يوم تقريبا، ربنا رزقني باسر. فالفترة دي فعلا انا مضغوط جدا جدا ما بين الشغل، عندي ضغط شغل وكمان ضغط البيت، طبعا لازم اكون متواجد معاهم باستمرار لان انا الفترة دي بنروح لدكاترة وبنتابع مع دكاترة ولازم اكون متواجد معاهم في البيت باستمرار. فقررت ان انا الغي اي حاجة مش مهمة او اي حاجة بتستنفذ من وقتي حاليا. فلما بدأت افاضل بين التطبيقات اللي عندي سواء انستجرام او فيسبوك او غيره، لقيت فعلا ان الفيسبوك هو اكتر حاجة بتاخد مننا وقت، يعني بتسرق مننا الوقت من غير ما نحس. يعني لو انتوا برضه حاولتوا تعرفوا ايه اكتر تطبيق بياخد منكم وقت هتلاقوا برضه هو الفيسبوك. تلقائي احنا بنفتح الفيسبوك وبنقعد عليه اوقات طويلة جدا جدا، ودي بتكون اوقات سلبية بدون ما نحقق هدف معين. فبالتالي انا قررت اقفل حساب الفيسبوك لفترة مؤقتة. فترة هي قد ايه انا مش عارف، يعني انا مش مقرر لغاية دلوقتي، بس ان شاء الله اول ما الظروف تروق وقت يسمح ان انا ارجع افتح فيسبوك تاني باذن الله هفتحه مره تانية ونرجع لوضعنا الطبيعي. فانا يا جماعه ما عملتش بلوك لحد ولا لغيت صداقه حد ابدا والله، ولا الاكونت اتهكر، لان برضو في ناس كتير قوي بتقول ان الاكونت بتاعك اتهكر. لا طبعا مستحيل الاكونت بتاعي على الفيسبوك يتهكر لانه متوثق بالعلامه الزرقاء من الفيسبوك نفسه. فالحمد لله كل الامور تمام، انا لا حسابي اتهكر ولا عملت بلوكات لحد، احنا زي ما احنا، وهيكون النشاط بتاعنا على انستجرام. فلو انت مش متابعني على انستجرام انزل تحت الفيديو في الديسكربشن بوكس هتلاقي رابط انستجرام، تابعني علشان هتلاقي كل جديد هناك. هنبدأ نعمل لايفات باستمرار على انستجرام، ندردش مع بعض ونرسم مع بعض، بجانب طبعا دروس اليوتيوب اللي هتكمل زي ما احنا هنكمل من بكرة ان شاء الله. ولكن المنصة اللي هنتقابل عليها هي انستجرام دلوقتي، يعني انستجرام هو اللي هنتجمع عليه دلوقتي، وطبعا بجانب جروب الفيسبوك. انا اي نعم مش موجود، ولكن انتوا برضو اي تطبيق حابين تنزلوه على جروب الفيسبوك وتاخدوا رأي بعض نزلوه عادي زي ما احنا شغالين. طبقوا ونزلوا التطبيقات بتاعتكم على جروب الفيسبوك عادي جدا، ولكن التواصل معايا انا هيكون على حساب انستجرام. وفي ناس برضو بتسألني على كورسات الاونلاين، يعني معناها ان مش هيكون في كورسات اونلاين؟ لا طبعا كورسات الاونلاين شغالة زي ما هي. كورس الاونلاين لشهر 11 شغال مستمر، والحجز مفتوح حاليا لدوره شهر واحد اللي هيبدا في شهر واحد القادم شهر يناير يعني. فاللي حابب يحجز في كورس الاونلاين يتواصل معايا على الرسائل واعرفه برضو كل التفاصيل الكورس القادم. بس كده يعني احنا وضحنا كل حاجه، يبقى انا ما عملتش بلوك لحد على الفيسبوك ولا كمان اكونت بتاعت هكر، بالعكس انا قافله بمزاجي، انا اللي قافله عشان اوفر وقت لنفسي لشغلي ولبيتي مش اكتر من كده. دروس اليوتيوب هتستمر من بكره ان شاء الله، هنرجع نعمل تاني. طبعا انا التوقف اللي فات ده انا كنت ناوي ما اتوقفش تاني وقلت لكم الكلام ده، وبالفعل احنا قعدنا تقريبا 3 او 4 ايام بننزل دروس مستمره، ولكن التوقف ده بسبب مولود جديد اسر كريم عادل شرف الدنيا بتاعتنا، فكان لازم طبعا التوقف ده علشان ما كنتش فاضي ابدا. فباذن الله هنرجع نستمر تاني، ولكن عايز اشوف الاهتمام بتاعكم، عايز اشوف الدروس اللي هترسموها. لو هتطبقوا بقى نزلوا على اكونتات انستجرام واعملوا لي منشن في البوست بتاعكم وهرد عليكم ان شاء الله. هحاول اخلي وقت الفاضي بقى، يعني الايام دي هخلي وقت الفاضي لحساب انستجرام ونهتم بيه اكتر ويكون تجمعنا باستمرار هناك ان شاء الله. وطبعا قناه التليجرام اللي هننزل عليها الصور الاصليه اللي هنرسمها بعد كل درس، يعني الصوره الاصليه لكل درس هنزلها على حساب انستجرام علشان تطبقوا عليها. بس كده انا حبيت اوضح النقطه دي علشان ناس كتير قوي كانت بتكلمني وانا نفسي قلقت، يعني اللي هو انا ازاي انتوا مفكرين كده؟ لا انا مش هعمل بلوك لحد، طبعا انا مش من طبعي ده، ما بعملش بلوكات لحد، انا موجود وهرجع تاني ان شاء الله على الفيسبوك، ولكن بعد فتره ممكن شهر شهرين او اكتر او اقل الله اعلم. بس كده خلصنا الفيديو بتاعنا الصغير، من بكره ان شاء الله هنرجع للدروس تاني. لو عندك اقتراح اكتبه في الكومنتات وانا هتابع برضه. ودمتم بخير يا فنانين، اشوفكم بكره ان شاء الله. لو محتاجين حاجه كلموني على الانستجرام وانا هحاول على قد ما اقدر ارد عليكم باستمرار ان شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.